بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور علاء الدين زاهد، طبيب أخصائي في جراحة التقويم والتجميل، ولكن في هذه الوضعية الحالية أنا طبيب مدير مسؤول على هذه الوحدة الصحية للتكفل بالمرضى كوفيد في هذه الوحدة الفندقية. دونك كيف لاحظتوا معنا اليوم، هو الحمد لله ولو بالنسبة لنا احنا الحزن واضح، ولكن في نفس الوقت هي فرحة بالنسبة لنا، لأن آخر 6 مرضى اللي كانوا عندنا خرجوا. كيف لاحظتوا بأن الظروف كانت احتفالية بالنسبة للطاقم الطبي كامل اللي كان هنايا في هذه الوحدة، وفي نفس الوقت الطاقم يعني الناس المرضى اللي كانوا هنايا. من هذا المنبر كنبغي نشكر جميع أعضاء الفريق ديالي، ما نبغيش نقول الفريق ديالي ولكن نفضل نقول العائلة ديالي اللي كانت مكونه من اطباء، دونك اطر تمريضيه، اطر يعني مساعدين طبيين، الناس ديال النظافه، الناس ديال التعقيم، الناس ديال الفندق اللي كانوا معنا كانوا معاونين معنا. كانت الظروف صعيبه بالنسبه لنا، علاش؟ لان كنا بعادين على العائلات ديالنا، وكنا الناس اللي سامحين في عائلاتهم هذه شهرين، ماشي سهل البعد، ماشي سهل، ولكن العمل الاخوي يد في اليد، لان كنقولوا يد وحده ما تصفقش. احنا الحمد لله كنا مجموع من الايادي معاونه مع بعضياتها باش نكونوا في المستوى. الهدف ديالنا هو نشافيو المواطنين ديالنا المغاربه الاخرين اللي تصابوا بهذه الجائحه. دونك بالنسبه لنا كوحده طبيه يمكن نكونوا احنا من الناس اللي خدمنا بجد وتفاني كيف المغرب كامل، ولكن كان الهدف ديالنا هو المرضى ديالنا كاملين يخرجوا متعافين من الفيروس، ما يكون عندهم حتى شي مشكل، يخرجوا بصحيحه مزيانه، يمشيوا لدارهم مرتاحين. وهذا الشيء اللي خولوا لنا الله. يعني كان استقبلنا هنايا تقريبا 156 حاله اللي استشفات عندنا هنايا، وكنا من العلاج تقريبا كل شيء، يعني نقولوا 156 حاله كلها خرجت بصحه جيده متعافيه من الفيروس، وهذا فخر لنا كاملين، وكذلك شكر من عند الله سبحانه وتعالى. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.